التناقضات تظلل المشهد الحكومي، وليس هناك من ملف يلقى توافقا بسبب سيطرة لغة المحاصصة على الحسابات السياسية. فما بعد بروكسل 3 كما كان الوضع، ما بعد السدر انتظار مراقبة دولية للأداء الحكومي المنقسم غير المشجع حتى الآن على المضي بجهود الإصلاح، وإنذارات تتوالى لاقتناص فرصة الإنقاذ الراهنة التي لن تتكرر. معالم الانقسام ستتظهر أكثر خلال استقبال المسؤولين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي سيثير موضوع حزب الله وإيران والعقوبات والملف النفطي. وما بعد هذه الزيارة لا شك أن تداعياتها ستؤثر على زيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى روسيا، وعلى استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تواكب متطلبات المجتمع الدولي. بومبيو في بيروت وهو القائل في خطاب في القاهرة: إن اعتقدت إيران أنها تملك لبنان فهي مخطئة، فكيف سيترجم ذلك؟ وكيف سيوازن المسؤولون في التحرك بين واشنطن وروسيا؟ مع الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي الأحمر سنناقش هذه التطورات، وسينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الاستشارية للدراسات الخبير في الشؤون الروسية الدكتور عماد رزق. حلقتنا منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. نرحب بضيوفنا وبجميع المستمعين. دكتور فادي الأحمر، أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان ومساء الخير. أهلا فيك ومساء الخير لك وللمستمعين. بداية سؤال طبيعي اليوم، عندنا محطتين خارجيتين، عندنا بومبيو في بيروت بعد بكرة، والثاني عندنا رئيس الجمهورية سيزور روسيا بزيارة رسمية. برأيك اليوم بالتزامن بين هالمحطتين الخارجيتين، كيف أنه بتعتبر في تجاذب أمريكي روسي بشأن لبنان أو لا؟ لا، في تجاذب، بس ما نفكر يعني تجاذب مش لدرجة أنه يصير أنه نقول أنه لبنان هو ساحة صراع أساسية بين قوى عظمى، ولو أنه حتى فرق يعني بين قوى عظمى أولى بالعالم وقوى أخرى هي روسيا عم تحاول تستعيد دورة في المنطقة وفي العالم. منه ساحة الصراع الأساسية لأنه منه ساحة أولوية بسياساتهم، لا بسياساتهم منطقة الشرق الأوسط ولا بسياساتهم الدولية. نعرف كتير منيح أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لبنان منه على سلم بسلم أولويات الولايات المتحدة، باستثناء إيران، باستثناء هلا الأولوية بالسياسة الأمريكية هي إيران. يعني إذا بدك لبنان هو اهتمام الأمريكي بإيران هو بيجي على خلفية العقوبات الأمريكية، واللي هي ضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، وجزء من هالنفوذ هو حزب الله بلبنان. يعني من هالمنظار هيدا بتجي أهمية لبنان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما مش يعني هون اللي عم أقول إنه ما إنه أهمية للنظام ولاستقرار ولازدهار البلد لاستعادة نشاطه الاقتصادي وحل مشاكله الاقتصادية والمالية والإيمان، لا عم يجي بطريقة غير مباشرة يعني الاهتمام بلبنان، هيدا معروف يعني. بس هيدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إجا كتير على الشرق الأوسط، ولا مرة لاحظ بأجندة عمله لبنان. حتى بآخر جولة كان صار فيه كتير تكهنات أنه بومبيو سيزور بيروت وبعدين أعلن أنه لن يزور بيروت. صحيح. مثل كأنه يعني كيف بك تفسر اليوم مستجد أنه في مستجد مهم صار بلبنان منذ انتخاب الرئيس ميشيل عون رئيس للجمهورية من سنتين. تفاعل أو ازداد هذا المستجد مع الانتخابات النيابية اللي صار في أغلبية نيابية هي حليفة لحزب الله، استجد أكثر وأكثر مع تشكيل حكومة من بعد فترة 9 أشهر تقريبا، ولو برئاسة حليف للولايات المتحدة الأمريكية هو سعد الحريري، ولكن حكومة بيسيطر عليها حزب الله. وخاصة أنه خلال هالحقبات يعني من سنتين ونص اليوم شفنا أنه بمحطات أساسية حزب الله كان هو عم بيوجه بوصلة الأحداث في لبنان، هو عم يفرض حتى
هو عم توجه الأحداث في لبنان. نعم. حتى لدرجة أنه بعض المراقبين صاروا عم بيقولوا وكأنه السيد حسن نصر الله وكأنه هو المرشد الأعلى لهذه الجمهورية أو هو بين قوسين الولي الفقيه لهذه الجمهورية. طيب. فهون في مستجد جديد بالنسبة للأمريكيين أنه لبنان صار أكثر وأكثر بمعسكر إيران بالمحور الإيراني. وبالتالي هون هم بشكل خطر. إذا كانت مفكرة إيران أنه لبنان لا هي مخطئة ولن يكون صحيح. لها. معناتها بكلام آخر عم بيقدر يفصل بالكلام الأمريكي واللي سمعناه كمان بالبيان الأمريكي لما راح ديفيد ساترفيلد زار رئيس الحكومة كمان واضح في فصل بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله أقله راهنا يعني. صحيح هون أقله راهنا لأنهم شايفين أنه نفوذ حزب الله في الدولة اللبنانية ازداد. المستجد اللي يقلق الذي يقلق الأمريكيين اليوم هو أنه هالنفوذ الحزب الله اللي هو موجود يعني بحكم بحكم أنه حزب الله عنده هالمكنة العسكرية والأمنية التي متفوقة حتى على الدولة اللبنانية نفسها. ولكن المستجد أنه هون حزب الله أصبح يمسك بقرارات مؤسسات الدولة الرسمية هي مجلس النواب وهي الحكومة. هون المستجد هون إجوا الأمريكان عم بيقولوا الأمريكيين إجوا صار من ديفيد هيل لديفيد ساترفيلد لهلأ زيارة الوزير الخارجية بومبيو تيقولوا للبنانيين أنه ما بقى تروحوا أكتر وأكتر بالارتماء بأحضان إيران وبارتماء بأحضان حزب الله أكتر وأكتر. ما زالت هيدي يعني بإطار النصيحة أكتر من ما هي بإطار إذا بدك أنه القرار الإلزامي. أنا برأيي بإطار النصيحة اللي هي بتتحمل بطياطة تهديد. يعني إذا قالوا عم بيقولوا أنه إذا رحتوا أكتر وأكتر باتجاه حزب الله وإيران أنتوا رح تتحملوا النتائج. لأنه هون نعرف كتير منيح أنه الولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترامب الحالية رجعت من بعد ما انسحبت الاتفاق النووي الإيراني رجعت الاتفاق النووي عم تفرض عقوبات على إيران والعقوبات على حزب الله. ساعتها إذا بدها ترتمي الدولة اللبنانية أكتر بأحضان حزب الله بدها تصير ما بيعود فيه بالنسبة للأمريكيين عم أقول يمكن انه ما يعود في فصل بين الدوله اللبنانيه وحزب الله. ساعتها الدوله اللبنانيه بدها تتحمل تبعات هذا الخيار. وقال ساترفيلد يعني انه الولايات المتحده الامريكيه تود ان ترى لبنان يتقدم ويواجه خياراته التي نعمل ان تكون ايجابيه لمصلحه لبنان وشعبه وليس لمصلحه اطراف خارجيه. بالتالي عم بيقول لهم اللبنانيين انه في خيارات بدك تعملوا. اذا اخذتوا الخيار انه ترتموا اكثر واكثر تسمح لحزب الله يسيطر أكثر وأكثر على الدولة اللبنانية حكومة ومؤسسات وإلى ما هنالك يعني عم ترتموا أكثر بأحضان إيران بالتالي بتكون خيار أنتوا أخذتوا بدكم تتحملوا تبعاته بس أنا برأيي هيدا الرسالة الأساسية عم يجوا الأمريكيين يقولوها للبنانيين اليوم. هذه الرسالة اليوم إضافة إلى ملف النفط اللي ذكرتيه بالمقدمة. هلا بناخده بالتفصيل ملف النفط. بس اليوم بومبيو رح يجي رح نسمع نفس الحديث يلي سمعناه من ساترفيلد عن حزب الله عن إيران وهلا اللي كنت عم بتكرره. برأيك اليوم من بعد ما يحكي هيدا بومبيو شو بده ينطر من جواب لبناني؟ يعني ما رح يكون عنده خطابين رح يكون عنده نسختين من القرار من الرد يعني شو رح يكون في عنده؟ بالنسبة للأسوأ وقت إجا ساترفيلد سمعنا الرد اللبناني وكان كل شيء نوع من تدوير الزوايا وكان كل شيء نوع من يعني صار معروف أنه أكيد بالنسبة لرئيس الجمهورية أكيد بالنسبة لرئيس الجمهورية خطابه معروف أنه حزب الله هو مقاومة. طيب. حزب الله إذا عم بيحارب بالأقليم المنطقة هو لا يواجه الإرهاب إلى ما هنالك. بالتالي في يعني في لا أكيد الكلام. أكيد لا ما بيقنعه. بس المشكلة الأسوأ أنا هون بالأخطر بالموضوع إنه الذي يواجه حزب الله الطرف الذي هو كان في مواجهة مع حزب الله منذ 2005 وما قبل حتى 2005 هو ضد سلاحه يعني للأسف اليوم صار عم بيقول إنه مسألة حزب الله هي مسألة إقليمية نحن غير قادرين على حلها وبالتالي هيدي مسألة أنتوا عليكم تحلوها نحن ما تحطونا بالواجهة حتى يعني تراجعت المواجهة لحزب الله عند هذا الفريق تراجعت المواجهة لحزب الله حتى طيار المستقبل ويعني 14 أدار يعني اللي صارت هلأ ما بقيتش موجودة ولكن أطراف اللي كانوا مشاركين ب 14 أدار حتى تراجع الموقف عندهم حتى على مستوى الخطاب السياسي يعني ما بقى لكن اليوم يعني ربط النزاع على شو بدها تتكل اليوم برسائلها والرسائل إذا بدنا نقول بين مزدوجين التهديدية يعني الأمريكية أيضا تخشى حزب الله تخشى هي ارتماء البلد أكثر وأكثر بأحضان حزب الله مع العلم ما إنه يعني إذا بدك في هون في شوية ظاهريا بيبين إنه في تناقض بالسياسة الأمريكية أو بالقلق الأمريكي من جهة منشوف الولايات المتحدة الأمريكية داعمة الجيش اللبناني نعرف كتير منيح
انه علاقتها بالجيش اللبناني مباشره جيده بالتسليح وبالمعلومات وبالتدريب الى ما هنالك، وبنعرف انه قاعده حماه يعني الجهاز هو الامريكيين الى ما هنالك. نفيوا انه الامريكان بدهم لا 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 مش هياخذوها كقاعده عسكريه، ولكن مش بحاجه الامريكيين، يعني عندهم على البحر المتوسط كثير قواعد والاصول السادس بين الشط اللبناني، يعني مش بحاجه لقاعده بمعنى انه حاجه لقاعده، ولكن الولايات المتحده الامريكيه رابطه مع الجيش اللبناني بشكل واضح وعلني ومباشر. هيدي من جهه. من جهه ثانيه عم نشوف يعني اذا بدك السفاره الامريكيه اللي عم تبنى التي تبنى في لبنان واحدة من اكبر السفارات بالعالم، يعني عم تكلف مليار دولار، دوله عم تستثمر هيك بسفاره لها، مش انه بلد بدها تتركه، لا مش حتتركه. عدا عن انه اسمح لي اضيف، هلا اذا بناخذ الواجهه الشرقيه للبحر المتوسط، هون بتدخل باطار الصراع الروسي الامريكي. ما فيها الولايات المتحدة الأمريكية من بعد ما سيطرت روسيا على الساحل السوري، على الواجهة البحرية لسوريا، وأنه تترك الولايات المتحدة الأمريكية تترك لبنان أيضا ساحة تسيطر عليها روسيا، خاصة أنه الأطماع الروسية واضحة وصارت معلنة وسريعة، يعني بوتين عم يستعجل أنه يرجع يسترد نفوذ في منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى أنه هون هلأ واجهة بحرية، مش بس واجهة بحرية، وبلد محاز لإسرائيل. نعرف أنه رغم كل التبدلات والأحداث بالمنطقة، بعده أمن إسرائيل أولوية بالنسبة للأمريكيين، وبالتالي عشان هيك الأمريكيين ما حيخلوا البلد أنه يرتمي أكثر وأكثر بأحضان أحضان. مع العلم أنه أنا ماني شايف كمان، يعني أنا زيته عم برشم علامات استفهام قديش فعالية هالضغوطات على إضعاف حزب الله كتنظيم أو لا 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 لتفكيكه كتنظيم عسكري. ماني شايفها، من شايفها انه هلا على المدى المنظور، خاصه انه العقوبات تعرف كتير منيح انه ايران الى 40 سنه تقريبا 39 سنه الى بتعاني من العقوبات الامريكيه، واللي بفتره من الفترات كانت اوروبيه، وقت صارت اوروبيه مع يعني مع الامريكيه ساعتها عانت ايران وانكسر شوي الاقتصاد الايراني. بلشت ايران عم بتقول مثل بيقولوا عم بتعبر وعم بتقول انه هذه العقوبات عم بتؤدي صحيح إلى لانه خلال هال 40 سنه الاقتصاد الايراني تعب صحيح، وخاصه انه هلا الامريكيين عم يضغطوا أكتر وأكتر، ولو أنه الأوروبيين عم يحاولوا يتملصوا لكن ما قدروا كتير. بس أنا عم أقوله أنه العقوبات مش بكرة حتهز إيران. طيب. ما بعرف إذا الولايات المتحدة كمان بدها تهز إيران بمعنى أنه تهز تسقط النظام الإيراني، لأنه ما ننسى أنه الولايات المتحدة الأمريكية نعرف كتير منيح أنه بالمنطقة بدها تحافظ على توازن. مشان هيك أنا ماني شايف إنه الولايات المتحدة الأمريكية بدها تنهي الوجود الإيراني النفوذ الإيراني كلياً بالمنطقة، لأنه بدها تحافظ على توازن بين السنة والشيعة. أنا برأيي بدها تحاول تطول هذا الصراع السنة الشيعي قدر الإمكان، من جهة لانطلاقها من سياسة فرق تسد، من جهة تانية لتخلي إنه الدول العربية السنية بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمنها، وشفناها يعني وقت بمؤتمر وارسو اللي صار، اجتماع وارسو اللي صار بشباط الماضي، وكمان هلأ منطقة الشرق الأوسط هي السوق الأولى لبيع الأسلحة. المملكة العربية السعودية منذ العام 2014 هي أول مستورد للأسلحة بالعالم، والمنطقة هي أول سوق للأسلحة. هيدا بهم الأمريكيين، طيب بهم الأوروبيين كمان. طب كمان بالصراع الروسي الأمريكي يحضر أيضا، أنت كنت عم بتقلي هلأ أنه هون بهاي الواجهة الشرقية في الصراع الروسي، الواجهة الشرقية للمتوسط في الصراع الأمريكي الروسي يظهر مباشرة. طيب حتى اليوم لما بيعلن بومبيو أنه جاي على لبنان للبحث، حتى جاي على المنطقة تحت عنوان أزمة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، هيدا الصراع الروسي الأمريكي أيضا سيظهر في هذا الملف. خلينا نقول نحن بلبنان ما يعنينا بلبنان ملف النفط والغاز، كيف بده يجي بومبيو يحكي بهذا الملف طالما نحن عنا خلاف جذري مع إسرائيل؟ هل يمهد لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية برأيك؟ لا أنا أكيد لا. الأمريكيين جايين يقولوا لهم بالنسبة لل صار معروف إنه الأمريكيين بدهم إنه لبنان يعني يتنازل عن الحدود البحرية أو عن ترسيم الحدود، يعني بدهم تراجع بالموقف اللبناني بما يخص الحدود البحرية. يعني بده يتراجع عن خط، هيدا عم يطلبوه من اللبنانيين. هيدا عم يطلبوه من اللبنانيين. لبنان مصر إنه لا، نحن عنا حدود نحن رسمينا، وهيدا حقنا وهيدا كذا، مصر على الموقف. ولكن القصة مش هون، القصة إنه الأمريكيين ما بدهم لبنان أنا برأيي يستخرج نفط وغاز وهلا يستفيد منه، يعني بدهم يتأخر بالعملية. إنه الأمريكيين عم
عم يفرضوا عقوبات على حزب الله. هل رح يسمحوا للدولة اللبنانية انه تنتج تبلش استخراج النفط واستخراج الغاز بدولة بحكومة مسيطر عليها حزب الله بنسبة كبيرة، ومجلس نواب مسيطر عليها حزب الله وحلفائه بنسبة باكثر من له اكثر من الغالبية المطلقة، وبدولة منعرف انه نفوس حزب الله فيها؟ اكيد لا. يعني جاي لهم ما في نفط، هلا ما في نفط وغاز، يعني ما بكل بساطة ما في لبنان يستخدم النفط. وشفنا انه الضغوطات اللي عملوها على الشركات اللي كانت اخذت اخذت الاستثمارات، يعني التوتال والشركة الإيطالية اني والشركة الروسية، في ضغوطات أمريكية انه انتم ممنوع هلا تبلشوا بالحفر واستخراج النفط او الغاز. هل هيدا يعطي اذن لإسرائيل؟ اول شيء هي سبقت بعمليات التنقيب، ولكن الان الخسارة اللبنانية هاي الخسارة اللبنانية. بالنسبة للخط الغاز، انابيب الغاز يلي بتمتد من إسرائيل الى قبرص واليونان وصولا الى إيطاليا ومنها الى اوروبا، لبنان بهيدا الوقت بالذات شو بده يكون؟ يعني حتى عمليا لا يستخرج النفط ولا يستخرج الغاز، وكمان كيف بده يكون تواصله مع هذا الانبوب؟ اكيد في اشكاليه كبيره. اسرائيل، اذا اسرائيل شريك في هذا الانبوب، هل سيقبل لبنان الذي هو يعني مسيطر جزء مسيطر على قراره، طرف اساسي بمحور المقاومه، مقاومه اسرائيل، هل يقبل انه يربط بالنفط؟ قد ما يكون براغماتي يعني حزب الله، او هل يقبل انه يربط؟ بده يسلم جدلا انه بلشنا نستخرج غاز نحن بكره، بعد سنتين ثلاثه بدنا نربط مع هذا الانبوب الغاز، هل رح نقدر نربط معه نحن؟ لا، ماني شايف انه مساله الغاز والنفط والغاز انه مساله رايحه على حل، على المدى المنظور او المدى المتوسط حتى. انا ماني شايف انه ما رح يكون في حلول تانية. لا، انا ما برايي هيك، لا ولا ما اي تسوية. ما برايي هيك. هل بيقبل لبنان ان يبقى خارج المعادله النفطيه بالمنطقه؟ ما قالوا انه يعني للاسف انه لبنان اضعف من انه هو يفرض رايه او قراره بالمساله. خدي مساله النازحين، طبعا بيقدر يفرض رايه لبنان بالوقت اللي عنده 1.5 مليون نازح، عم يقدر يفرض رأيه على المجتمع الدول إنه ها نحن بدنا نحطهم على الحدود خلي يرجعوا على بلادهم؟ ما عم يقدر يفرض رأيه. وعلى خلاف ما بيقولوا هلأ ما بيسوي إنه رئيس الحكومة رايح عم بيجيب مصاري وكأنه بده توطين مبطن أو شيء إلى ما هنالك. لا، رئيس الحكومة عم يتعاطى مع المسألة بواقعية، المجتمع الدولي ما عم يتجاوب مع المبادرة الروسية، وما بده إنه عودة النازحين هلأ ربطها بالحل السياسي، ما بده يعاون بشار الأسد، إضافة لأنه في علامات استفهام كبيرة، هل بشار الأسد، هل النظام السوري بده يرد هؤلاء النازحين؟ إلا ما هنالك يعني في أسئلة كبيرة. بس بالتالي يعني إذا لبنان اللي مستضيف 1.5 مليون نازح وعم بيعاني وإلى ما هنالك، ومتقلين كتير على لبنان اقتصاديا واجتماعيا والبنى التحتية وعلى المستوى الديموغرافي وإلى ما هنالك، ما عم يقدر يفرض رأيه. هلأ هيقدر يفرض رأيه إنه يبلش ينتج نفط وغاز؟ الشركات الدولية اللي عندها استثمارات مع الولايات، عندها مصالح مع الأمريكيين، عندها مصالح مع الإسرائيليين، هل رح تتجاوب مع الطرف اللبناني؟ مع الروس لكن الأمريكان لكن بهذه اللحظة من بالوقت هيدا هن بالوقت الحاضر لبنان حاطينه على جنب تحت الضغط العقوبات اللي عم يفرضوها واللي بيشمل ملف النفط. طيب اليوم حكينا بالصراع الامريكي الروسي، خليني بدي ركز على نقطه الصراع الامريكي الروسي بالنسبه للنفط. يعني اليوم الروس اخذ صار عندهم محطه اجر بلبنان بطرابلس صح. اليوم الروس عندهم كمان محطه اجر بسوريا، يعني اذا هن سيطروا على مسار الغاز بسوريا وخلوه هيدا المسار الغاز يوصل الى اوروبا، خلينا نقول نحن واشنطن كيف بدها ترد عبر الغاز الإسرائيلي؟ لبنان شلنا من المعادلة. صحيح، في مصر، في إسرائيل، يعني بالنسبة هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منا مسألة أساسية لإلها مسألة الغاز بالمنطقة. هون هو بقدر ما هو قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي مصلحة أوروبية، لأنه الأوروبيين هن اللي متكلين على الغاز الروسي، والأوروبيين هن اللي عم بضيفوا مسألة، عم بيحاولوا يفتشوا على مصادر بديلة للغاز، خاصة بمنطقة قريبة لأنهم هي محيط المتوسط. من هون أهمية الجزائر بالنسبة لهم، من هون أهمية ليبيا بالنسبة لهم، من هون أهمية شرق المتوسط، يعني كل الغاز اللي يكتشف على شرق المتوسط، شرق وجنوب، يعني في عنا مصر كمان. فبالتالي صحيح الروس سجلوا نقطة مهمة على الأمريكيين وعلى الأوروبيين وقت اللي نزلوا بأيلول 2015، بتذكر كنت معك بهالستوديو وبلشوا يقصف الروسي، نزلوا على الساحل السوري. الروسي ما نزل بدمشق عسكريا، الروسي ما نزل بحلب عسكريا، نزل باللاذقية،
باللدقي نزل نزل بل اول قصف بتذكر وقتها حكيناه هون انت اجتك معلومه انه بلش يقصف بسهل الغاب ضيع بسهل الغاب تيأمن الخلفيه للساحل نعم. السوري ليش؟ لانه هيدا الدبوشي هيدا هون انابيب الغاز اللي كان في حوار بين مناقشات بين النظام السوري قبل الاحداث قبل الثوره مع الايرانيين او مع القطريين وقت الايرانيين تقدموا اكثر بالحوار ومضيوا نعم. 2010 لقوا انابيب غاز الروسي عم بيقول انا صرت على الساحل السوري اي انبوب غاز بده يمر على البحر المتوسط انا بدي اعطي الاذن فيه بالتالي تيضل هو ماسك ورقه الغاز بوجه الاوروبيين اكثر من الامريكيين. خلينا دكتور فادي الأحمر نركز هلأ على المحطة الدبلوماسية الثانية يلي بتختص بزيارة بس اسمحي لي ضيف شغلة لو سمحتي بموضوع النفط هل لبنان الداخلي جاهز انه يستثمر يستخرج النفط والغاز هل في اتفاق ايه هل في اتفاق داخلي لبناني على على الغاز وعلى متطلباته وعلى ما زال مش عم نعرف نحن نتفق على مسألة صناعة على لا مش صناعة مصنع كهرباء مش هيك بعض الخلاف على هل احنا نستخرج مادة استراتيجية بالحجم يتفقوا عليها اللبنانيين وما يسرقوها والى ما هنالك خلينا نخلص هلا بنترك بومبيو شوي على جنب وملف النفط خلينا نشوف المحطة الدبلوماسية يلي بدها تكون بروسيا رئيس الجمهورية سيزور روسيا بال25 من الشهر الجاري ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الاستشارية للدراسات الخبير في الشؤون الروسية الدكتور عماد رزق مساء الخير دكتور رزق مساء الخير إليك ومساء الخير للدكتور أحمر ولكل المستمعين تسلم أول شيء اليوم حضرتك أنت تدرك فعلا شو الهموم الروسية اليوم والهموم اللبنانية سويا خلينا نقول رئيس الجمهورية عندما سيزور روسيا أي مطالب اليوم هي مطروحة شو توقيت الزيارة خاصة هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة بومبيو شو بده يكون فيه لرئيس الجمهورية يقدر يقدم للروس وماذا يريد الروس من لبنان يعني بالحقيقة زيارة فخامة الرئيس إلى روسيا غير مرتبطة بزيارة بومبيو أو بأي زيارة أخرى لكل الوفود الدبلوماسية التي في الأشهر الماضية كانت تزور لبنان نعم. كان من المخطط يعني وفي دعوة تلقاها فخامة الرئيس في الفترة الماضية يعني بالستة أشهر الماضية لم يكن هناك من حكومة وبالتالي كان الأفضل من التريث لتشكيل الحكومة والتوافق على خارطة طريق معينة لأن زيارة فخامة الرئيس ستكون من الزيارات المهمة لأن فخامة الرئيس اليوم بس بده يزور روسيا نحن كلنا بنعرف أنه قبل سبع سنوات وأكثر شوي كم شهر فخامة الرئيس ميشيل سليمان زار روسيا وكان أول فخامة يعني أول رئيس جمهورية لبنانية بيزور روسيا طبعا رئيس الوزراء اللبناني الشيخ سعد الحريري أو المؤسس يعني بالعلاقة مع روسيا الاتحادية يعني الشهيد رفيق الحريري كان هو أول من بادر بال93 إلى زيارة روسيا يعني نحن اليوم عم نتحدث عن تطور مهم جدا في العلاقة تأسيس لشراكة في المستقبل إنما في نفس الوقت يعني ما بعرف ليش عم بيتم تسويق إنه زيارة فخامة الرئيس إلى روسيا هي جزء من التنافس الأمريكي الروسي أو من يستحوذ على العلاقة يعني الاستراتيجية مع لبنان يعني... أنا بس بدي أعطي مثال مثلا الأردن اللي هي دولة تاريخيا معروفة علاقتها بلندن ببريطانيا ما زالت حتى اليوم تحافظ على توازن في العلاقة يعني الكل بيعرف أن 90% مثلا أو 80% من اقتصاد الأردني ومن سياسته الخارجية مرتبط ببريطانيا أو مرتبط بسياسة الخليج في المنطقة إنما بنفس الوقت في شراكة على مستوى العسكري طيب دكتور مثلا في تصنيع عسكري بين الأردنيين والجانب الروسي في تعاون في المجال النووي طيب بس أنه لبنان بحد ذاته لبنان بحد ذاته منعرف أنه بالتسليح يستند إلى السلاح الأمريكي والسلاح الفرنسي وما شابه يعني لحديثها للاتفاقية العسكرية بين الروس وبين لبنان لم توقع الهبات والهبات ما وصلت بالإضافة إلى أنه ملف النازحين السوريين هناك مبادرة روسية ولكن هناك برودة أيضا في تفعيل هذه المبادرة الروسية يعني انطلاقا من هالملفين تسليح الجيش والنازحين رئيس الجمهورية شو بده يكون الموقف تبعه له خاصة أنه بده يكون بعده رايح وكان شايف بومبيو وكان وضح عنده صورة التحفظات الأمريكية على المبادرة الروسية وعلى تسليح الجيش
يعني طبعا أنا لن أستبق ما سيكون في اللقاء بين فخامة الرئيس والرئيس فلاديمير بوتين، يلي الكل يتوقع آمال على هذا اللقاء. بس اللي فيه يقوله من خلال معرفتي ومتابعتي لهذا الملف أنه فخامة الرئيس سيوقع على اتفاقيات ستكون يعني بالشكل، أولا حتى لا نتحدث بالمضمون، بالشكل يعني تصل إلى مستوى ما يسعى إليه لبنان، أولا على مستوى إقامة التوازن بين الشرق والغرب، وأن يكون ساحة حوار. يعني هذه الزيارة تؤسس أن يكون لبنان ليس فقط، يعني إذا نحن استمرينا بالاتجاه الغربي بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكل الدول الغربية، هذا لا يعني أن لا يكون لنا علاقة مع تحديدا روسيا التي هي جزء من أوروبا، والتي هي الممر الوحيد بين آسيا وأوروبا، وحتى على المستوى، حتى لا نتحدث فقط في السياسة، على المستوى الاقتصادي هي ممكن أن تكون شريك على مستوى الطاقة، على مستوى بعض الصناعات، وحتى على مستوى التعاون في إطار حوار الحضارات أو الثقافات. لذلك نحن اليوم يعني زيارة فخامة الرئيس ستكون تأسيسية، ليس فقط على مستوى يعني الحديث بملف متعلق بالنازحين أو المهجرين السوريين من سوريا إلى لبنان، لأنه كثير مهم الاستخدام التعبير. أنا بعتقد أنه هيدي جزء من الأجندة يلي يتم الحديث عنها، بس حتى لا ننسى أيضا أنه فكمان فخامة الرئيس موقف واضح من الأسبوع الماضي حتى اليوم يشدد أنه هذا ملف خلص أصبح يشكل عبء على اللبنانيين وعلى لبنان والاقتصاد، وبالتالي الجانب الروسي مستعد للمساعدة، بس هو ليس بديل عن الحكومة السورية ولا عن النظام في سوريا أو حتى عن آلية دولية التي نشأت كان على مستوى الأستانة أو حتى على مستوى جنيف. يعني بمعنى آخر ما يطلبه فخامة الرئيس أعتقد وسيقدمه بشكل واضح للرئيس بوتين أنه أن يتم فصل العلاقة السياسية مع ملف النازحين، وبالتالي تخفيف العبء عن لبنان، هذا بالجزء الأول. بالجزء الثاني في عنا جزئين متعلقين بالنفط والغاز في البحر أو حتى في البر اللبناني. في شركة روز نفط وقعت اتفاقية لإدارة وتخزين في شمال لبنان في طرابلس ب 500 مليون دولار، رح يتم تأكيد وتثبيت هذا الاتفاق. جزء اثنين متعلق بالغاز، طبعا أنا استمعت للحديث اللي كنتوا يعني دكتور أحمر عم تحدث فيه، وأنا بوافقه على أكثر من 80% من هذا الكلام، بس أنا بدي أقول شغلي أنه اليوم في انقسام على مستوى المنطقة. الكل بيعرف أنه أنبوب الغاز اللي طالع من مصر ولح يمر مع خلينا نسميه الحقل حد المنطقة رقم 9 اللبنانية رح يتوجه لأبروس اليونان مثل ما تفضلتي وقلتي باتجاه إيطاليا، هذا صحيح. إذن لن يكون المنطقة الفاصلة بين أبروس ولبنان، أبروس وسوريا وأبروس والجانب التركي معني بهذا الاتفاق، إنما حتى نكون كمان واضحين في تنافس على المستوى الدولي. يعني الشركة اللي عم تشتغل التنقيب الحفر بالجانب الإسرائيلي على الحدود لبلوك 9، الحفارة هي بريطانية والشركة المنقبة هي يونانية. لذلك نحن اليوم عنا الكونسورسيوم الآخر اللي هو جزء منه إيطالي وجزء فرنسي وجزء الإدارة روسية. طيب كيف رح يصير العلاقة بهذا الاتفاق؟ شو دور قطر؟ لأنه قطر رح تكون بهذا المحور السوري في المستقبل التركي اللبناني في مقابل محور آخر اللي هو سعودي مصري إسرائيلي يوناني إيطالي. كيف رح يكون الضغط على إيطاليا اللي هي شريك أيضا بالتنقيب عنا بلبنان وفي فرنسا؟ إذا نحن عم نتحدث اليوم عن انقسام عمودي داخل أوروبا وداخل العالم العربي على موضوع الغاز يلي رح يستتبع في المرحلة القادمة بالنفوذ السياسي يلي بده يحميه النفوذ العسكري. إذا نحن اليوم عم نتحدث عن ارتفاع حدة الاشتباك الإقليمي على كل المستويات اقتصادية سياسية وعسكرية، كرمال هيك عم نشوف. هل تخشى يكون في انزلاق إلى عمل عسكري نتيجة هيدا الاشتباك الإقليمي الساخن؟ طبعا كل شيء مرجح في العمل، بس يعني نحن عم نتحدث عن استثمارات، نحن عم نتحدث عن تهديد. لما يعني نحن اليوم اللي عم نشوفه الضغوط اللي عم تمارس على إيران، طبعا خلال 40 سنة الماضية كانت براغماتية، والدكتور أحمر كان دقيق كثير كمان بالموضوع، إنه هذه العقوبات
يعني حتى اليوم كل اللي بيعرف انه براغماتية، الهدف منها تغيير سلوك وليس قلب نظام. حتى الرئيس الامريكي مو بيقول هيدا الشيء، الرئيس ترامب كان واضح بكلامه انه نحن ما بدنا نقلب النظام، نحن بدنا نغير له سلوكه. وبنفس الوقت في العلاقة مع حزب الله ليس مطلوب يعني تدمير لبنان ولا تدمير المنظومة الموجودة بلبنان، هو المطلوب إخضاعها لسلوكيات أو لموافقة على بعض الأشياء. إنما في شعرة معينة ممكن أن نصل إلى اشتباك، وهذا الاشتباك ممكن في أي لحظة أن يؤدي إلى ارتفاع منسوب المواجهة، ممكن تكون باي بروكسي يعني عبر الأجنحة، يعني عبر التنظيمات، عبر الأسوليات، عبر التطرف، عبر التفجيرات، عبر الاغتيالات، وممكن نوصل إلى بعض الأمور اللي ممكن أن تعقد المشهد اللي عم نشوفه اليوم، مثلا بسهل الغاب بالعلاقة مع إدلب، مثل عم نشوف مثلا امبارح واليوم صار في اجتماع للجيوش، الجيش السوري مع الجيش العراقي مع الجيش الإيراني، رح نحكي فيه. هيدا قال إنه بدي أحسم موضوع إدلب وبدي روح أتوجه لأحسم بموضوع العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية. إذا روسيا تفاوض وتقوم بدوريات مع الجانب التركي وتحاول أن تتمم هذا الملف بالإطار الدبلوماسي، الجانب التركي يريد مكاسب في المقابل. بنفس الوقت إذا نحن جينا رجعنا طلعنا على الأنبوب اللي بده يطلع ينقل الغاز والنفط باتجاه أوروبا، في أنبوب آخر كمان عم بيطلع من الجزائر، واحد باتجاه المغرب وبيفوت على إسبانيا، واحد بيطلع بعرض البحر بيطلع باتجاه إيطاليا. يعني نقل النفط شمال إفريقيا، مصر، الجزائر وليبيا باتجاه العمق الأوروبي، هيدا بيعني أنه أوروبا لن تكون خاضعة، خلينا نسميها، للتأثير للتصدير الروسي، وهيدا اللي حيغير كثير من الموازين وكثير رح يأثر، لأنه هذه المنطقة الشمالية اليوم أمريكا عم بتحاول توضع إيدها عليها. يعني بمعنى آخر الصراع اليوم ليس فقط على شرق المتوسط، إنما الصراع على أوروبا، من يستحوذ على القرار الأوروبي، لذلك عم نشوف كل هذا التصادم. إذن قاعدة الاشتباك صارت كثير كبيرة، لبنان نقطة صغيرة بهذا الاشتباك، فلذلك قدرة تحمله لن تكون كثير كبيرة. أنا بتوقع إذا استمر هذا الاشتباك، إذا لم نصل إلى تسويات، وخاصة بعد زيارة فخامة الرئيس إلى روسيا، وطبعا المبادرات الروسية المتعلقة كان بالنازحين أو بالحل السياسي بسوريا، يقابلها الاندفاع الأمريكي من جديد خلال، يعني متوقع أن تستمر خلال السنتين القادمتين للرئيس ترامب. يعني نحن عم نعيش بحالة فراغ، هذا الفراغ ممكن يعبيه أي حدث أمني أو أي توتر أو حتى أي ضغوط، خلينا نسميها سوسيو اجتماعية، يعني سوسيو أمنية، بمعنى توترات أمنية مرتبطة بانهيارات مالية اقتصادية واجتماعية. أنا بدي أشكرك رئيس الاستشارية للدراسات الخبير في الشؤون الروسية الدكتور عماد رزق على مداخلتك في مانشات المساء، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور فادي الأحمر. عندك تعليق؟ إيه، أنا بس بعلق على موضوع الاتفاقات، يعني وطرح أنه الرئيس، يعني بقول دكتور رزق أنه الرئيس بده يطرح لبنان ساحة حوار بين الحضارات، وهي لا شك أنه هيدا مشروع للرئيس يعني عم يحكي فيه، وكان قبل يعني حتى الرئيس سليمان، وهذا في كتير من اللبنانيين يعني عم يطرحوه أنه لبنان يكون ساحة حوار، ولكن يعني حتى لبنان منه قادر انه يكون ساحة حوار بالوقت اللي هو منغمس بصراعات المنطقة، وما حدا يقل انه لبنان عنده سياسة النائب النفس. الرئيس نفسه هو عم بيدافع عن حزب الله اللي منخرط بسياسات المنطقة، بصراعات المنطقة. يعني اليوم سياسة النائب النفس معدومة؟ لا اكيد، انا بسميها على طول هي سياسة الدولة، او يعني بالحكومة الممثلة بالحكومة اللبنانية، ان يعني كان هالحكومة او الحكومة اللي قبلها، هي نائية بنفسها عن شو عم يعمل حزب الله بالمنطقة. يعني فللأسف المعادلة معكوسة، وحتى ساحة حوار، إذا بده يكون لبنان ساحة حوار، هو ساحة حوار بين أكتر وأكتر، مش بين الشرق الروسي الأرثوذكسي يعني على المستوى الديني والغرب والعالم الإسلامي، لا هو بالأحرى بيقدر يكون ساحة حوار بين الإسلام والمسيحية، لأنه لبنان هو هون، لبنان بيجسد هيدا التعايش. إحنا هلأ رح نفوت يعني على عتبة الدخول بيوبيل 100 سنة على لبنان، تجربة لبنان التعايش اللي بلشت
بلشت بال 1920 واللي بلشت قبل بنظام المتصرفية والقائمة المقامية هالتقاسم السلطة كانت سباقة يعني كانت فكرة سباقة. هلا للأسف فيها فشل كتير بعد سنة فيها تراجع فيها فشل فيها فشل فيها نكسات كتير وهيك، بس لا شك إنه فكرة سباقة اليوم عم بيتقلدوها اليوم بالإمارات العراق عفوا أنا مش على مستوى الحوار عم بحكي على مستوى النظام الصيغة كصيغة، هالصيغة كانت سباقة بال 1920 اليوم بالعراق عملوها مش هيك تقاسم السلطة، بسوريا اليوم كمان في تقاسم سلطة، لبنان مش قادر. أما بالنسبة للاتفاقات اسمحي لي، روسيا شو قادرة تعطينا؟ الاقتصاد الروسي شو بيعطي؟ الاقتصاد الروسي عنده شغلتين بيعطيهم، غاز ونفط، والنفط احتياطه قليل، بيعطي غاز بشكل أساسي وسلاح. طب ما هو غاز نحن ما يعني ما مش قادرين نحن ناخذ منه غاز، ورغم انه هلا وقعوا اتفاقيه يعني تنشوفوا لو رح تصير، بس بالنسبه للسلاح ما نحن ممنوع الهبات، يعني روسيا مقدمه هبات للبنان، لبنان ما قدر يقبلها لانه في حصري الامريكان بيقولون ما بتقبلوا هبات. بتذكر كثير منيح الطائرات اللي يعني فيها ياسر مركن وزير الدفاع، نتائج هذه الزياره بتكون محكومه بالضوابط الامريكيه. انا برايي زياره رح تكون بروتوكوليه ما إلى افق، اكيد انه روسيا صارت لاعب اساسي بالمنطقه ولازم نحافظ على علاقه جيده معها، لازم نسمع لها، لازم كذا. هلا في ملف اساسي هون النازحين السوريين اللي هي مبادره روسيه طلعت فيها وتلقف رئيس الحكومه، حتى هيدا الملف اللي الروس قادرين يساعدوا فيه لانه هن اصحاب القرار في سوريا، هن اصحاب القرار في سوريا من دون دعم امريكي من دون دعم اوروبي. ما هيدا السؤال انه اذا روسيا قويه بهيدا الملف لانه هي مسيطره على هي صاحبة القرار الأولى بسوريا، ولكن مش قادرة تنفذه لأنه بحاجة لموافقة دولية لمجلس الأمم المتحدة ولمال ولحل سياسة عم بشتغل عليه. دكتور أحمد هل أسمعناك إلا دكتور رزيك كان أعجز من أنه تطبق المبادرة، روسيا أعجز أنه تمشي بالمبادرة تبعها. كان عم بيقول أنه روسيا قادرة تطبقها بدها، بس أكيد أنه من دون ما يكون في عندها من دون شو بقول من دون دعم النظام السوري. اليوم النظام السوري بالاتهامات الأمريكية والأوروبية أنه لا يريد إعادة النازحين السوريين عمليا لأسباب ديموغرافية وما شابه. إذا ضل هيدا الموقف موجود، يعني اليوم الرئيس السوري هو اللي عم يقرر السياسي، شفنا راح على إيران، شفنا اليوم الاجتماع الثلاثي وزراء الدفاع الإيراني العراقي والإيراني والسوري من دون ما يكون في الحضور الروسي، هيدا بيأشر إلى شو؟ بيأشر اليوم إلى أنه خلافات روسية سورية، خلافات روسية إيرانية أو شو؟ بالموضوع أو أنه بالموضوع صرنا خلص الأسد أصبح في حضن القيادة الإيرانية. لا مش هيك. لا لحد هلا اللاعب الأساسي بسوريا صاحب القرار هو روسيا. إيران لا شك عندها نفوذها، حزب الله عندها نفوذها، ولكن لا ما فشلت. لا ما فشلت، هي صاحبة القرار الأولى بسوريا اليوم، هي الطرف الأقوى على الساحة السورية، وهي اللي ما ننسى إنه الأسد بال 2015 كانوا وصلوا على جسر الشغور المعارضة قبل بكم شهر بضغط روسي مع إردوغان مباشرة وقفوا عن جسر الشغور اللي هو على طريق اللدقية يعني. فلا هو اللي ثبت النظام يعني رجع بيه على إجراء. حتى الإيراني مع حزب الله كانوا في بوضع صعب عسكري صعب. بدي أقوله في خلاف من الأساس برز خلاف بين روسيا وإيران يضاف إلى جملة الخلافات في سوريا، هي مسألة ديموغرافية. روسيا لا تريد التغيير الديموغرافي الذي أنا برأيي بيسعى له النظام لا شك، والإيرانيين بيسعوا له، وحزب الله أيضا بيسعى له يعني كمان، وشفناها بممارساتهم بالقصير أول شيء لأنه استعملوا حكينا يسمى كذا مرة فيها استعملوا مزبوط. سياسة التدمير والتهجير يعني هاي كانوا يعملوا اتفاقات الزبداني وغير الزبداني وكذا انه يهجروا الناس يعني كليا يعني العائلات مش انه المسلحين يفلوا هيك. بس هذا مع التغيير الديموغرافي عم يفرضوا اليوم كمان عم يفرضوا عمليا عسكريا انه بعده نفس الشيء ما تغير انه اشياء عسكريه كثيره. امبارح اسرائيل حكيت عن خليل حزب الله في الجولان بمكان ما انه اليوم في تمدد لحزب الله للنفوذ الايراني بسوريا خلافا لما كان انه الرغبه الروسيه. انا ما برايي بجنوب الشام بجنوب دمشق بعد في نفوذ كتير لحزب الله ولايران، بمعنى انه مثل ما بتبدا يعني ما ننسى انه اسرائيل خاصه اسرائيل هلا يعني بدها حجه، بنعرف انه كثير اجى هيدا التصريح يعني باطار هلا عم تسعى اسرائيل انه يعترف اعتراف دولي بالجولان جزء من اسرائيل مظبوط ليتجزأ،
فبالتالي انا برايي بهالاطار يعني بتجي اجت هالادعاءات الاسرائيليه، انا برايي انه اسرائيل حققت اللي بدها اياه بالتعاون مع روسيا، انه ما يكون في خلايا لحزب الله وجنوب الشام والايرانيين، ما يكون في تواجد عسكري فعلي بين جنوب دمشق، هال 70 كيلومتر بودوا بين دمشق واحد والجولان، ما يكون فيها تواجد عسكري ايراني، واي ساعه عم بيكون في تواجد او عم يبين انه في خرق لهالزون هيدي لهالمنطقه هيدي، عم نشوف انه الطائرات الاسرائيليه عم تطلع وتقصف يعني، والروس عم بيكون معهم خبر ولا بل هن عم يعطيهم المعلومات يعني، وشفناها واختار في اغتيالات اليوم يعني. اليوم بتحس بميزان العلاقات الروسيه الاسرائيليه او الروسيه الايرانيه، هل بتشوفها اليوم متوازنه من بعد الخلاف الروسي الايراني؟ يعني اليوم اذا بده في تخبط روسي باداره المعركه؟ لا الروس عم بيحاولوا يوازنوا بين أطراف ثلاثة أساسيين بالمنطقة العملية. يعني مرات بينجحوا مرات بيفشلوا مرات بيكون في منقول على لبناني ما لهاش تخبيص، ولكن بشكل عام لا ناجحين بالتوازن لحد اليوم بين أطراف ثلاثة، تركيا إيران وإسرائيل، وبعدهم هن لاقطين، لأنه مثل ما كنت عم أقول أنه هن الطرف الأقوى بسوريا. إيران بدها بسوريا، إيران هي موجودة بسوريا، ولكن تقدر تضل موجود، تقدر تحقق في طرف أقوى منها بحاجة لتربط معه. اليوم زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران من دون علم الإيادة الروسية؟ هلا ما عندي معلومات اذا بدون علمه ولا لا، بدنا ننطر نشوف رد الفعل الروسي. رد الفعل الروسي حتى زار يعني زار طهران من كم يوم، مش هيك؟ اذا عم تحكي ما عرفت عم تحكي عن هالزياره ولا عن زياره الاسد؟ زياره الاسد لطهران. انه هي بس زيارته الى طهران الروسي ما بيستفز هالامر. ليش بده يستفز؟ انه شو اخذوا قرارات بتضر بالمصالح الروسيه او مثلا يكون في قاعده عسكريه لايران باللاذقية مثلا، هيدي ما بتستفزها لروسيا؟ بتستفز، بس نشوف اذا حيقدر ينفذها. اذا حيقدر ينفذها، ما هون السؤال. هون السؤال. هو لا شك انه بشار الاسد ربط مع الايرانيين باتفاقات اقتصاديه وغير اقتصاديه وعسكريه، وهن عم بيقولوا نحن تواجدنا شرعي بسوريا لانه نحن في اتفاقيات مع النظام السوري. بس اللي كنت عم اقوله انا انه الروس قادرين يوازنوا بين هذه الاطراف الثلاثه. نعرف كتير منيح انه العلاقه جيده بين بوتين وبين نتنياهو، ورح تستمر هالعلاقه بين بوتين والاسرائيليين، وهيدا حريص عليها بوتين منذ دخول سوريا. قال نحن امن اسرائيل كمان عندنا اولويه اكيد لا شك. من جهه تانية كمان الروس عم بيحاولوا انه يضلوا الاتراك لجهتهم بالمنطقه، لانه بتعرف هلا في صراع بين قوسين، يعني بقول صراع امريكي روسي على تركيا، ولكن انا برايي تركيا هي اللي عم تحاول انه تتموضع بين الطرفين تتحصل قد ما فيها من مصالحها بالمنطقه، خاصه بسوريا هلا وبالعراق. بالتالي الروسي قدام هالرغبة التركية عم بيحاول انه يسجل بتركيا لصوبه اكتر واكتر يوازن، والايرانيين اللي هن بحاجة لروسيا ليس فقط في سوريا نعرف كتير منيح، ولكن بصراعه مع الامريكيين في المنطقة والعقوبات وإلى ما هنالك. فبالتالي لا الروسي قادر يوازن هلا تنشوف لائحة، خاصة بالموضوع التركي. بالموضوع التركي هذا السؤال الكبير هلا، تركيا هل حتقدر تستمر بتطوير علاقاتها مع روسيا؟ هون السؤال الكبير. لأنه شفنا أنه من بعد اجت فترة أنه الأمريكيين وكأنه غاضين النظر، في فراغ صار بين العلاقة بين الأمريكيين وتركيا، اجت فترة متوترة العلاقة على خلفية فتح الله جولان وعلى خلفية القص الأمريكي اللي كان بالأسر، ولكن استفادت منها روسيا أكيد، والخلافات بالملف السوري يعني تسليح الأكراد دعم الأكراد إلى ما هنالك، استفادت روسيا بالتقرب. ولكن هل حدثت تستمر ونجاحها؟ هون السؤال بالوقت اللي مثلا مع تركيا فقط مع تركيا، وحتى أنه بالتوازن بين تركيا وإيران وإسرائيل اليوم هيدا التوازن، حتى أنه إسرائيل عم نلاحظها كمان إذا بدك تقول بأداءة أنه ما عم بيكون في تصعيد جدا كبير، يعني بعده مضبوط عمليا، يعني صار في أحداث بغزة، ما حدا بده يعمل حرب كبيرة، ما في حرب كبيره، ما حدا بده يعمل حرب، يعني ما بغزه ما حدا مسترجي يعمل حرب كبيره، ما حدا ولا ما حدا اي تغطيه دوليه بدها تكون، ولا تحت انا برايي ما حدا، انا برايي الصراع بالناحيه بجانبه العسكري هيدي هي حدوده، هيدي هي حدوده، لانه ما حدا مستعد يفوت بمغامره عسكريه مش معروف، مش محسوبة نتائجها، مش محسومة نتائجها لإله. الإسرائيليين اليوم مش مستعدين يفوتوا بمغامرة عسكرية ضد حزب الله، إذا بدي يعملوها ضد حزب الله مش ضد إيران يعني. مش قادرين يعملوها لأنه مش محسوم النتائج إنه لصالحهم. ما ننسى يعني تجربة حرب 2006 لا عملت لهم مشكلة الإسرائيليين، عملت لهم عقدة للإسرائيليين، عملت لهم إحباط للإسرائيليين بعد ما تجاوزوها. أنا برأيي
حتى مع تهديدات هلا هيك. الإيرانية الجديدة، لا أنه أنا برأيي لا لا لا، صواريخ حزب الله هي اللي أنا برأيي لا، ما بالعكس هيدي بتخوفهم هلا زيادة هلا ولا في لا؟ يعني ولا أنا عم لاحظ على محمل الجد أو أنا وين عم لاحظ إنه لا بياخدوها على محمل الجد وبيعرفوا كتير منيح إنه قوة إسرائيل وعندهم معلومات وهيك، ولكن ما هي يعني ريزون دوبيل هذا سبب إضافي على إنه ما يفوتوا بمغامرة عسكرية ضد حزب الله اللي صار عنده هالقوة، صار مأكدها وبيعرفوا كتير منيح إنه حزب الله بس يحكي يعني بيكون دكتور في جزء منه إعلامي، ولكن في 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 يعني في إنه في قوة وراء حكي، مش إنه عم يحكي بس حكي شعبه وحكي إعلامي لا. طب اليوم لكن وهي تأكدوا منه بحرب 2006، فبالتالي أنا برأيي على المستوى العسكري الصراع بجانبه العسكري هيدا هي حدوده، هيدا هو الأفق تبعه، ضربات إسرائيلية محدودة ومركزة بنقاط معينة، حتى أنا برأيي رح تضل بسوريا مش بلبنان، لأنه إذا انسحبت على لبنان ساعتها هني عم بيقولوا لحزب الله رد، وإذا حزب الله رد من لبنان ساعتها الإسرائيليين ما فيهم ما يردوا، بالتالي ساعتها ممكن يصير في تدهور للصراع لا لشيء أكبر من هيك، وإن ما حدا بده هون ما في طرف بده إياه. بيكون بإيد حزب الله لأنه بيكون بإيد إيران أو كيف، أو هل يمكن لحزب الله أن يعني يكون بأي عملية؟ مش أنت بتفصل بين الإرادتين يعني أو بين القرارين؟ أكيد أكيد حتى الحزب بيأخذ مع الاعتبار المصلحة الإيرانية الإقليمية والدولية قبل ما يفوت بأي صراع، لأنه أي صراع بده يفوت فيه حزب الله بده دعم من إيران مش هيك؟ طب لكن هلأ بالتالي وفي مصلحة إيران بدأ بالتالي ما بيفوت فيها هيك، بس أنا عم أقوله أنه أفق الصراع هو هيدا ضربات أنا برأيي لحد هلأ عسكرية بقلب سوريا محدودة. ضد إيران مواقع لإيران أو مخازن أو أصنع أو مصانع أو إلى ما هنالك، ولكن بسوريا حتى برأيي يعني هدد نتنياهو وقت فرج الخرائط أنه بالضاحية بالملعب، ولكن ما شفنا عمل عسكري أفق الصراع الله يعني الأمريكي ما العسكري كفينا كفينا صراعات نحن. أفق الصراع الأمريكي الإيراني لوين بده يوصل؟ يعني اليوم أوراق إيران لحديت هلأ عم تنلعب بلبنان عمليا مزبوط، بسوريا، بالعراق شوي ولا أكتر، لأنه من بعد موقف السيستاني ومطالبته للرئيس روحاني كان له موقف يعني مثل كأنه شوي ينحو إلى أنه يبقى بضمن الحضن العربي. بس المواجهة الأمريكية الإيرانية لوين بدها توصل اليوم؟ أنا برأيي المواجهة موجودة أوراق إيران اليوم لا تستفيد منها، وخاصة على الساحة اللبنانية يعني مع مجيء مواجهة على مستوى المنطقة بس، ولكن مناش مواجهة لا لإسقاط النظام الإيراني ولا لإنهاء النفوذ الإيراني في لبنان في المنطقة ومن ضمن الحزب الله أكيد، لأنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن أنه تنهي النفوذ الإيراني في لبنان، هيدا ما بيصير بالعقوبات الاقتصادية العقوبات المالية، مسألة طويلة الأمد خلالها بيصير فيه تبدلات بالأحداث تبدلات جيوسياسية ممكن تقلب المعادلات، يعني بدنا ننطر ونشوف. ومن جهة تانية هي من جهة أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما لنا قادرة هلأ تعمل تبدل جيوسياسي كبير بإيران يحقق لها مطالبها هي كإدارة أمريكية اليوم. من جهة تانية السؤال هل الولايات المتحدة مثل ما قلت من شوي يعني بالحديث، هل الولايات المتحدة الأمريكية فعلا بدها تنهي النفوذ الإيراني وبالتالي ما تحافظ على التوازن الرعب بين 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 طرفي الصراع يعني الإيراني الشيعي والخليجي العربي السني يعني تنهي الصراع؟ لا أنا برأيي لا، من مصلحته أن يبقى الصراع، عشان هيك أنا برأيي إحنا قادمين على منطقة، إحنا قادمين على صراع، نحن بقلب صراع طويل الأمد، ما ننسى أنه له هيدا الصراع شي 30 سنة مش هيك؟ يعني بدي أقول ما بين بالثمانينات ولكن بالتسعينات بلش يبين، بس بلشت السلام مفاوضات السلام وبين أنه جزء من الدول العربية ماشي مفاوضات السلام، ولكن الخيار السوري الإيراني وقتها كان قيمة حفظ الأسد، لا كفى بالمقاومة دعم حزب الله ورجع دعم حماس وإلى ما هنالك، فهيدا الصراع وتبلور أكتر يعني بلبنان وبعد 2000 وهلا أكتر وأكتر، هذا الصراع طويل الأمد، الأمريكيين مستفيدين منه حتى يفرضوا نفسهم هن حماة لدول الخليج العربي خاصة، حيث لا يزال حتى الساعة مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هون أكبر احتياط نفط بالعالم، ما عادش بدهم نفط الأمريكان مش ما بدهم هي لإلهم، سنتجي بيصيروا هن مكتفين صحيح الدعاء، وهن هن لو بقي النفط أغلى من هيك البرميل كانوا مكتفين من قبل سنتجي، من سنة الماضي واللي قبلها عندهم النفط الصخري صار، بس ما أنا بدي ولكن ذكرك أنه بدهم ترامب بعده عم بقول أنه بده يسحب كل جنوده يعني من سوريا، ولكن ما بيعني أنه بعد المنطقة استراتيجية بالنسبة لهم، هن ما بدهم النفط لإلهم،
الولايات المتحدة الأمريكية مطرح ما في 60% من احتياط النفط العالمي، مطرح ما في بين إيران وقطر حوالي كمان 50% أو أكثر، يعني بين 33 وأكثر من 50% بشوي من احتياط الغاز العالمي، بدهم هن يضلوا مراقبينه مسيطرين عليه يشوفوا يعرفوا وين عم بيروح. ما ننسى إنه هيدا النفط من الدول الخليج بيطلع كل يوم حوالي 17 مليون برميل، أربعة بس بيقطعوا بقناة السويس باتجاه أوروبا والبقية بيروحوا على آسيا، أصمك بيمنون على الصين على اليابان على دول، على الصين اللي هي منافسة للولايات المتحدة الأمريكية شفنا. بالتالي الأمريكان بتهمهم هيدي المنطقة النفط هالمنطقة ليراقبوه مش ليأخذوه يستوردوه لأنه صحيح. هاي من جهة، ومن جهة تالتة كمان برجع بكرر منطقة سوق أسلحة مهم، والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لها، كذلك حلفاء الأوروبيين بحاجة لتضل هيدي المنطقة مشتعلة ولتضل سوق أسلحة لأنه اللي بيعوا أسلحة لاقتصادهم. ونعرف كتير أنه ترامب هلأ ماشي أكتر من هيك، ترامب شفنا الصفقات اللي عملها، هيدي الشعار اللي عملها بدكم أمن بدك تدفعوا مصاري، شفنا الصفقة اللي عملها مع المملكة السعودية حوالي وصلوا ليحكوا عن 500 مليار دولار مش هيك، يمكن مش هالقد المبلغ أو في اتفاقيات بيناتهم واتفاق طويل أمد بس موجود. شفنا الأسلحة اللي انبيعت للإمارات لقطر للبحرين، هاو دول ما كانت يعني الإمارات ما كان عندها مشاريع هالقد يعني إنه بدها سلاح، وهاليوم لا فاتوا غرقون بصراع اليمن تيستنزفون أكتر وأكتر، خدوا سلاح وكذا وكفوا حروبهم إلى ما هنالك يعني. فبالتالي أنا ماني شايف إنه ترجع ركز ماني شايف إنه الصراع الأمريكي الإيراني يعني قصير لا طويل الأمد، بس أمريكا بدها تحافظ على بدها تخلي إيران بنفوذها بالمنطقة بنسبة معينة تتحافظ على هالتوازن تضل هي حاجة بالمنطقة وتضل منطقة مشتعلة وسوق سلاح لإلها. الدكتور فادي الأحمر بدي أشكرك اليوم حلقة ماشات المساء، صرنا زمان ما عملنا هالراوند أب الإقليمية، بدي أشكرك كتير، وبدي أشكر كمان ضيفنا يلي انضم عبر الهاتف لإلنا رئيس الاستشارية للدراسات الخبير في الشؤون الروسية الدكتور عماد رزق. دكتور فادي أحمر ميرسي كتير، كمان بدي أشكر فريق العمل الزميلة كارول كرام والمخرج بيير جامو. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.